في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة حنان شوقي وهنكشف ليكم أسرار كتير عنها والمفاجأة في اسمها الحقيقي ومين هو جوزها الفنان. كمان هنشوف شكلها دلوقتي في عمر 54 سنة. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. الفنانة الجميلة حنان شوقي من مواليد 16 مارس 1967، وعندها دلوقتي 54 سنة. اتولدت في المنصورة لكن بعد كده اتنقلت لمنطقة شبرا في القاهرة، وده كان بسبب عمل والدها. درست حنان في مدرسة الشيخ خالد الابتدائية وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1990. واللي كتير مننا ما يعرفوش ان الفنانة حنان شوقي اسمها الحقيقي هو سيدة أمين أحمد، وهي اختارت اسم حنان شوقي ليها عشان يكون اسمها الفني. كانت بدايتها الفنية في برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون مع أبلة فضيلة، وكان أول عمل تمثيلي ليها فيلم الجمالية. لكن تعتبر بدايتها الحقيقية لما اختارها الزعيم عادل إمام عشان تشاركه التمثيل في فيلم الإرهابي سنة 1993. من هنا انطلقت حنان شوقي في السينما والتلفزيون والمسرح، وحققت نجاح وشهرة كبيرة جدا. ورغم إنها ما كانتش من نجمات الصف الأول، إلا إنها سابت علامة بارزة في فترة التمانينات والتسعينات، ويعتبر من أشهر أعمالها الفنية مسلسل البخيل وأنا ومسلسل ليالي الحلمية وغيرها كتير من الأعمال الفنية المميزة. وكان آخر ظهور فني للفنانة حنان شوقي من خلال مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني سنة 2018. وكانت بعدت الفنانة حنان شوقي عن الساحة الفنية فترة، وده بسبب تعرضها لأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة أخوها الكبير سنة 2012. وقتها قالت حنان إن موت أخوها كان بمثابة فقدانها للحياة، واستمر غيابها عن الفن لمدة 4 سنين، وده لحد ما شاركت في مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس سنة 2016. أما بالنسبة لحياتها الشخصية، فالفنانة حنان شوقي اتجوزت مرة واحدة بس، كانت من أخو هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام، لكن جوازهم ما استمرش كتير وحصل الطلاق بينهم، وجوازهم ما أصفرش عن إنجاب أي أطفال. وفي فترة من فترات حياتها اتجهت الفنانة حنان شوقي للمذهب الصوفي وقامت بدعمهم بشكل كبير جدا، وسافرت العراق لدعم المذهب الشيعي هناك. وبسبب موقفها ده أثارت الفنانة حنان شوقي الجدل بشكل كبير جدا، لكن بعد كده رجعت عن موقفها وقالت إنها سافرت العراق لدعم القضية والحكومة العراقية مش أكتر من كده. ورغم ابتعاد الفنانة حنان شوقي لفترة طويلة جدا عن الإعلام وعن المشاركة في أي عمل فني، إلا إن من فترة قليلة انتشرت صور جديدة ليها في عمر 54 سنة. والحقيقة صورها الجديدة سببت صدمة لبعض محبيها ومعجبيها، وده بسبب تغيير شكلها إلى حد ما وظهور بعض علامات كبر السن عليها. لكن من ناحية تانية نالت صورها الجديدة إعجاب الجزء الأكبر من محبيها ومتابعيها اللي ما شافوش أي تغيير أو اختلاف بين شكلها زمان وشكلها دلوقتي، وإنها لسه محتفظة بجمالها وبابتسامتها الرقيقة رغم كبر سنها، وطلبوا منها إنهم يشوفوها مرة تانية على الشاشة في أي عمل فني جديد. كمان طلبوا منها إنها ما تغيبش عنهم فترة طويلة مرة تانية زي المرة دي، لأن بيوحشهم تمثيلها جدا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.